راح نقسم، راح نبدا اول حاجه للمكياج القاعدي، ونحاول ان نغير لك ملامحك باش يشبه الملامح الجميله. اماني دوكا كملنا مرحله المكياج القاعدي، دوكا جات مرحله الرسم على الوجه. وهكذا اماني كملت لك مرحله المكياج ومرحله التنكر. دوكا باش نكملوا اللوك النهائي، بقات مرحله ارتداء الازياء. ارتداء الازياء، بقات مرحله اللباس.